بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، وهنا أتحدث خاصة إلى الذين وإلى اللاتي كنا يرتدن ويرتادون المركب الثقافي لمسلمي لوزان سي سامان. الحمد لله رب العالمين، أحدثنا هذه المجموعة لنربط وشائج الأخوة بيننا ونتقوى جميعا لاستثمار واغتنام هذه الفرصة التي هي الحجر الصحي أو هذا المرض وهذا الوباء، فهي فرصة بالنسبة لنا إن شاء الله، واستعداد لما بعدها إن شاء الله. على كل حال، المؤمن دائما مستعد للقاء ربه عز وجل، وهي السعادة العظمى، ونستعد لهذا اللقاء بالإخلاص والعمل الصالح إن شاء الله. أحدثنا هذه المجموعة لنتقوى جميعا ونسير مع بعض إلى الله عز وجل، ونحتاط من كيد العدو المبين ومن النفس الأمارة بالسوء، وسعيا وراء النفس المطمئنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها، وما ذلك على الله بعزيز. فلنتقوى جميعا إن شاء الله من خلال هذه المجموعة، عملا بقوله تعالى، ونستمد القوة من كلام الله عز وجل القائل: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمن بنفسه ضعيف، قوي بإخوانه. فلنتقوى جميعا حتى نصمد ونغتنم هذه الفرصة، ألا وهي كما قلت الحجر الصحي. فقوتنا في بقائنا مع بعض وفي عملنا مع بعض، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية كما تعلمون. وفي البداية الحجر الصحي كان لذيذا، كان عالم يكتشف وحياة جديدة ولكل جديد لذة، ولكن مع طول الوقت أخذت الأمور منحى آخر، وشعرنا بالحاجة إلى بعضنا البعض، وبالحاجة إلى أن نسير إلى الله مع بعضنا البعض. قلنا هذه فرصة علينا أن نغتنمها، واغتنامها يكون بتقاسم خيراتها مع بعضنا البعض. في هذه المجموعة، مجموعة لافامي دو سيسامال، عائلة سيسامال، أردنا أن نعمل مع بعضنا البعض من أجل فهم هذه المرحلة، وماذا يريد الله منا في هذه المرحلة. وبطبيعة الحال ستكون هناك أسئلة وأجوبة، وهناك كذلك تجاوب بين الملقي والمستمع. ننتظر منكم بعض الردود وبعض الفهوم وبعض التفسيرات وبعض الحكم التي يفتح الله بها على إحداكن وعلى أحد منكم، لكي نفهم ماذا يريد الله منا في هذه الفترة. لماذا الله عز وجل عطل الكون كله تقريبا في هذه الأيام، ولا ندري كم يدوم هذا الأمر. فنحتاج إلى أن نكون مع بعضنا البعض لنفهم أولا مراد الله عز وجل، أو شيئا في الحقيقة مما يريده الله منا في هذه الفرصة، أسميها الفرصة إن شاء الله. وسنعمل إن شاء الله من خلال هذه الكلمات، من خلال هذه اللقاء، من خلال هذا اللقاء اليوم تقريبا إن شاء الله، أن يسر الله لك ذلك الأمر، أن نتحاور مع بعضنا البعض إن شاء الله عبر المجموعة إن شاء الله. فمن حكم الله عز وجل في هذه الفترة، أولا
واخترنا كلمة عائلة السامات لأننا كنا مجموعة وكنا جماعة، ولكن أردنا في رعل الله عز وجل من خلال هذه المنحة، وهي محنة في ظاهرها، من أن يقوي الرابط بيننا، فنعيش أخوة الأنصار ونعيش أخوة المهاجرين فيما بين بعضنا البعض، يسوقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. لعل هذه من أغراضي ومن أهدافي خلق هذه المجموعة، ألا وهي الوصول إلى الإخلاص في المحبة بيننا. كنا نحب بعضنا البعض، ولكن من خلال هذه المنحة، إن شاء الله تكون منحة، نحاول أن نجذر تلك القيمة في أنفسنا، فنعيش الأخوة خالصة لله عز وجل. وقد حجبت عنا وطردت عنا كل الشواغل، فالآن الإنسان يتساءل: كيف أحب الناس؟ وكيف أحب أخي في الله حبا حقيقيا صادقا لا غرض من ورائه؟ لعل هذه من غايات خلق هذه المجموعة، وأن نتعاون ونحمي بعضنا البعض، ويكون الأخ لأخيه كالبنيان المرصوص. فالذئب كما قلنا يأكل من الغنم القاسية، ولا نريد لهذه المنحة أن تتحول إلى ضراء لا قدر الله. فنعمل جميعا إن شاء الله من أجل أن نتحابب بين محبة صادقة، ومن الدروس المفهومة جليا وبوضوح من خلال هذه الفتنة، من خلال هذه الفترة، نسأل الله أن لا تكون فتنة، أن الله عز وجل يدعو البشرية كلها إلى أن تتحابب، أن تتحاب بينها، وأن تجتمع القلوب على محبة بعضنا البعض. وهذه من الأمور الرئيسية، لأننا اخترنا عائلة، وكل لفظ نسأل الله عز وجل أن نكون في مستوى التلفظ به والمستوى القيام به سرا وظاهرا. فنتعاون إن شاء الله، وكل إنسان، والإنسان يعني رحمة للعالمين، أي فرد أو أي أخت وأخت تجدونه يعني قريب أو بعيد أو تباعد من المركز، ادعوه إلى هذه المجموعة حتى نظل سويا. والإيمان يبلو كما يبلو الثوب، ألا جددوه بملاقات بعضكم البعض. فنتعاون مع بعضنا البعض إن شاء الله في هذه الأيام، حتى نغتنم هذه الفرصة ونتحقق بقيم الإسلام، ألا وهي بطبيعة الحال الأخوة بيننا. ومن الأغراض كذلك لهذا الاجتماع وهذه المجموعة، الوصول إلى التحقق بقيم الإخلاص لله عز وجل. فالله عز وجل منحنا هذه الفرصة، واعتبروها اعتكافا قبل رمضان، اعتكافا حتى نخلص مع الله عز وجل في علاقتنا، فنحبه بصدق، ونعبده بلا غرض، ونتقرب إليه طمعا لوجهه الكريم، عبادة له خالصة عن كل شائبة، عبادة لأنه يستحق العبادة، عبادة امتثالا لأمره، عبادة ابتغاء لرضوانه. هذا ما نسعى إليه إن شاء الله، ولذلك الهدف الأول والهدف الثاني يتكاملان. فللوصول إلى الله عز وجل لابد أن نكون زمرة، أي مجتمعين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. مجموعات كثيرة تتعاون على قراءة القرآن، مجموعات تتعاون على ذكر الله عز وجل. نحتاج في هذه الفترة إلى أن نعمل لا فرادى فقط، ولكن فرادى وجميعا. قوموا لله مثنى وفرادى، يعني جميعا وفرادى، فهذا ما نحتاجه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله.